شاركت مملكة البحرين بصفتها دولة الرئاسة المقبلة للقمة العربية، شاركت في الدورة 18 للجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية على مستوى كبار المسؤولين عبر تقنية الاتصال المرئي. لجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية ناقشت آخر التطورات بشأن التحضيرات الجارية لعقد الدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية، والتي من المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري. كما بحثت اللجنة مسارات التعاون المشترك بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وسبل تعزيز وتطوير العلاقة العربية الأفريقية في كافة المجالات.